سيكون لدى السيارات التقليدية منافسة جديدة عام 2015، السيارة الطائرة تيرافوجي. أتت الفكرة لمؤسس شركة سيارة تيرافوجي ترانزيشن كارل ديتريك عندما كان يدرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. تطورت الفكرة بعد كثير من التفكير والحلم، ولا شك أن الفكرة بدأت قبلي بكثير، بل بدأ الأمر منذ الأزل، فقد صمم المنافس الرئيسي للأخوين رايت جلين كيرتيس أول سيارة طائرة عام 1918، لكن لم تستطع السيارة الارتفاع كثيرا ففشلت. ولكن ما كان خيالا أصبح الآن حقيقة، فإن كان لديك 279,000 دولار قد تكون هذه السيارة ملكك. سيارة تيرافوجي ترانزيشن تعتبر بالأساس طائرة صغيرة، حيث بإمكان السائق طي الأجنحة بكبسة زر، وهي مصممة لتكون صالحة للقيادة على الطريق، كما أنها تعمل ببنزين خال من الرصاص. ويقول ديتريك إنها آمنة ويمكن قيادتها بسرعة 115 ميلا بالساعة على الأرض وقرابة 450 ميلا بالساعة في الهواء، أي تقريبا بنفس سرعة أي طائرة صغيرة.